السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن زراعة الفجل. السنة هذه راح أزرع الفجل في أصيص لأن المساحة اللي عندي كلها استهلكتها، فما عندي مكان أزرع فيه الفجل. وأنا بالنسبة لي الفجل شيء مهم أستخدمه في السلطات بشكل كثير، فأحتاج أزرع منه، وبالذات هذه الصنف اللي هو الفرنش بريكفست ما حصله في السوق. فأنا عموما الأشياء اللي ما حصلها في السوق أو سعرها غالي في السوق أزرعها في البيت، على أساس أنه أولاً تكون متوفرة عندي بشكل كثير، وثاني شيء أقدر أوفر مبلغ من المال لما أزرع الشيء في البيت، دائماً يكلفني أقل من لما أشتري الأشياء بالذات اللي تكون غالية في السوق. فنفس ما بينا في طريقة زراعة الجزر في الأصائص، راح نزرع الفجل في هذه الأصيص. وزراعة الفجل شيء أنا أنصح أن تدخلون الأطفال فيه وشاركون فيه، لأن الفجل بالنسبة حق النباتات اللي نزرعها أو الخضروات اللي نزرعها نموها سريع وإنباتها سريع، من البذرة إلى نشوف منها نمو ممكن يأخذ 3 إلى 4 أيام بالكثير. فبالنسبة للأطفال ما في وقت طويل ينتظرونه على أساس أن يشوفون نتائج، فهذه تجربة حلوة ممكن أن نشارك الأطفال فيها وتصلح حق الناس اللي عندها مساحات محدودة. اللي راح أسوي إني راح في البداية مجرد إن شوي بس أزيل طبقة من التربة من جهة واحدة من الأصيص بهذا الشكل. طبعا ما أنزل بشكل عميق جدا، ما أبغي أدفن البذور بشكل عميق جدا، بس نص الأصيص على أساس بعدين أقدر أرجع وأدفن أحفر النص الثاني. أخذ البذور اللي عندي ومجرد بس أنثرها، أحاول إن ما أركز البذور بشكل كثير لأن بعدين راح تتزاحم والفجل نفسه ما راح ينمو بشكل كبير. فبهذا الشكل يتراوالي يكون كفاية، ممكن أزيده شوية هذه من البذور اللي أنا حفظتها شخصياً من المحصول من العام، فعندي هذا الجزء، فأيضاً راح أزيل التربة بهذا الشكل. طبعاً راح أروي الأصيص مرة ثانية لأن في لاحظت بعض المناطق اللي شوي جافة، وبالنسبة للفجل يحتاج لكمية من الشمس، فراح نخليه في مكان مشمس وراح نتابع التطور مع بعض ونشوف النتائج إن شاء الله. نلاحظ الحين بعد مرور تقريبا أسبوع من بذر الفجل في الأصيص، نلاحظ أنه ما شاء الله صار في عندي نمو ملحوظ من الفجل. طبعا ما طلعت كل البذور، في بعضها ما زالت قاعدة تطلع يعني، ولكن نلاحظ أنه في بعضها حتى بدأ أنه ينتج أوراق الحقيقية هني في غيرها. دائما هذا مبدأ نركز فيه في الزراعة، أنه نزرع شيء ما يكون متوفر ورخيص في السوق. في ناس كثير تسأل عن البقدونس والجرجير، قد يكون عندهم في السوق غير متوفر بكثرة أو غالي ما أعرف، ولكن أنا عندي هني الجرجير والبقدونس والكزبرة أو هذه أمور متوفرة بكثرة ورخيصة، والنعناع أيضا، فما أزرعها لأنها متوفرة، فأركز أن أوفر على نفسي فلوس أن أزرع شيء مو موجود أو النوعية هذه تكون مكلفة وغالية. ونلاحظ الحين بعد مرور تقريبا شهرين من بذرنا الفجل، نلاحظ مثل ما احنا شايفين أن عندي حجم جيد للفجل. طبعا في شوي تزاحم ما عندي مشكلة، لما راح أقطف منهم أو أشيل منهم مجرد أنه أسحب وراح يقوم من التربة. فمثل ما احنا شايفين هذا حجم الفجل اللي أنا أبغي، ما أبغي أكبر من كذي لأنه بعدين راح يصير شوي جامد وقاسي في الأكل، فهذا الحجم اللي أبغي. أنا شخصيا الأوراق هذه أستخدمها في السلطة أكلها ما أرميها، في ناس ما ترغب لها، اللي حاب انه يستغني عنها ممكن يستخدمها في الكومبوست، ولكن انا استخدمها في السلطات ايضا. فعندي هذه الحين الفجل،
ونصيحة لما أني إن إحنا نحصد بس قبل لا نحتاج إن ناكل، ما يعني ما أفضل إن نحصد ونخليه في الثلاجة، أحسن إن نخليه في التربة نحصد بس وقت اللي راح ناكل منه. فالحين مثل ما احنا شفنا ان العملية تستغرق من البذر الى الحصاد تقريبا شهرين، فانا عندي موسم تقريبا خلينا نقول 7 إلى 8 أشهر، فاقدر اطلع من هالمساحة 4 محاصيل من الفجل الى جانب اي مساحة ثانية راح استغلها. فالفجل مشروع بسيط وسريع ممكن ان نشارك فيه الاطفال، وبالذات الاطفال لما يشاركون في عملية القطف راح اخلي الاطفال عندي العيال يقطفون منه حق السلطة، لأنهم يحبون دائما يقطفون أو يحصدون الفجل والجزر اللي نزرعه. والفجل أيضا متطلباته من ناحية تغذية وتسميد بسيطة جدا، ما يطلب الكثير، قليل جدا اللي يحتاجه. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.